جددا مشاهدينا نواصل مدنا المباشر، ولكن على زاوية أخرى من الجمال، لوحة مشرقة رسمتها قطر لعشر سنين منذ أن أخذت حق الاستضافة لكأس العالم، وسط استقبال حافل للمنتخبات وللأندية وللجماهير. قطر تتزين بأبهى لوحة وحلة، استعدادات كاملة لافتتاح كأس العالم اليوم. لمزيد من التفاصيل عن هذا الحدث العالمي ينضم إلي الآن داخل الاستوديو الصحفي والمحلل الرياضي سالم سعيد. أهلا بك، كيف الحال وصباح الشروق؟ يا صباح الخير عليك، صباح الشروق وصباح المونديال. الله يكرمك. ما وراء خط التماس قد لا يوجد شيء، ولكن ما وراء تنظيم قطر لكأس العالم قد يوجد كل شيء. بزاويتك التحليلية، كيف بتشوف مدى استعدادات قطر للافتتاح اليوم، مباراة اليوم ما بين قطر والإكوادور؟ طيب، عندما ترشحت قطر لاستضافة نهاية كأس العالم في عام 2009 سخر الجميع، خصوصا أن الملف القطري كان في مواجهة ملفات مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي دول اقتصاديا عالية جدا، وقطر في حينها لم تكن هي قطر اليوم. وعندما أتى موعد التصويت في ديسمبر 2010 توقع الجميع أن تخرج قطر من السباق من المرحلة الأولى. فوجئ الجميع بفوز قطر باستضافة مونديال 2022 بملف يحوي وعود ولا يحوي واقعا، على اعتبار أن قطر كانت كل حديثة في الملف هو صحيح. وعود، نحن سنفعل 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 سنفعل. حينها سخر الإعلام الأوروبي كثيرا وتهكم على فوز قطر باستضافة المونديال، وقيل ما قيل بأن قطر حصلت على استضافة المونديال بطرق غير مشروعة. وإذا كانت الحصول على استضافة المونديال بطرق غير مشروعة، فمن المؤكد بأن اليابان نفسها استضافت مونديال 2002 بطرق غير مشروعة، والولايات المتحدة في عام 94، وألمانيا في عام 2006، وأيضا البرازيل في عام 2014. التحكم كان أيضا على المستوى روسي أيضا لاستضافتها، إلا أن هناك كان تهديدات سياسية من الرئيس الروسي أسكتت الأوروبيين، لكن الملف القطري ظل دائما في موقف تحكم. وعندما تم إقصاء محمد بن همام من انتخابات الفيفا في العام 2011 توقع البعض بأن الملف القطري قد يسحب. يعني الملف القطري حتى بعد فوزهم ما كان الناس متأكدة أن قطر ستستضيف المونديال. بعد ذهاب محمد بن همام والتأكيد على استضافة قطر للمونديال، تم استبعاد بلتر واتهامه بالرشوة علنا في أضابير الفيفا في العام 2015، وأنه منح قطر وروسيا ملفي كأس العالم 2018 و 2022 بغير حق. ده الكلام كان واضح كده، لتأتي إليهم تهديدات روسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لا مجال لسحب المونديال من روسيا. توقع الجميع أن الرئيس الجديد جيان إنفانتوني يقوم بسحب الملف من قطر، وهذا ما لم يفعل. وخرج إنفانتوني في المؤتمر الصحفي أمس وأمس الأول وتحدث بشكل علني بأن قطر قدمت حتى الآن أمر يفوق الخيال، وأن عندما تنطلق البطولة الأحد بمباراة قطر والإكوادور سينسى الجميع كل هذا الحديث، وسيبقى الحديث فقط عن كرة القدم. طيب، نقيف هنا في المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي تحدث عن انتقادات أوروبا بشكل مستمر عن قطر، ما عنده حق الاستضافة، حقوق العمالة الموجودة، فوجه ضربة قاضية تقريبا بشكل قاطع للجمهور الأوروبي عامة ولأوروبا بشكل كبير، إنه أنتوا ركزوا في أمور المهاجرين وخلوا قطر تركز في استكمال مونديال. يعني قبل الحديث إنفانتوني أتى حديث المدرب البرتغالي كيروش مدرب منتخب إيران، سأله صحفي إنجليزي في المؤتمر الصحفي وقال له عن حقوق الإنسان في إيران، فأتى رد كيروش لهذا الصحفي الإنجليزي حدثني عن حقوق المهاجرين في إنجلترا. هو هجوم أوروبي على كل من هو غير أوروبي، وده كان أمر واضح لدرجة أنه البعض شكك حتى في أنه قطر هل هيخلوها تستضيف المونديال ولا لا. حديث إنفانتونيو أتى قوي وأتى صراحة بأنه هو معجب جدا بهذا الملف، وأنه قطر صرفت 220 مليار دولار، البرازيل صرفت 13 مليار، الولايات المتحدة صرفت 2 مليار في سنة 94، لأنه قطر قامت ببناء دولة كاملة، يعني هي ليست فقط استعداد، بناء قطر جديدة. تمام، إنفانتونيو أذهل بهذا الملف، حديثه كان قوي تجاه الأوروبيين. أصلا الكرة في العالم كانت زمان أوروبا، وكان الرئيس ستالي راموس هو كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان قد تحكموا على كل من هو غير أوروبي. الكلام ده في كأس العالم سنة 66. الأمر ده خلق تحدي أمام البرازيلي جواو هافيلانج رئيس الاتحاد البرازيلي حينها، ففاز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومنها تحولت سيطرة العالم الأوروبية على الفيفا إلى سيطرة عالمية. هافيلانج كل ما نحن فيه الآن من استضافة قطر
والوضع الكروي في قارة إفريقيا وفي المنطقة العربية، نحن مدينين لهذا الرجل البرازيلي الراحل جواو فابيلانج، رئيس اتحاد رئيس الفيفا الأسبق، الذي حول السيطرة الأوروبية إلى سيطرة عالمية، وأصبح أي عضو في يعني الآن دولة جنوب السودان الشقيق انضمت للفيفا سنة 2011، الآن تملك صوت في الفيفا زيها زي الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، أو البرازيل كقوة كروية عظمى، أو مثلا إنجلترا كمؤسس للاتحاد الدولي لكرة القدم. حديث الفيفا أتى ردا وأخرس كل الألسنة التي من شأنها أن تتحدث عن قدرة قطر واستضافة قطر للمونديال. الحقيقة والسخرية وكل هذه الوعود الآن واقع في قطر. طيب الواقع الآن بعد الفاصل حنيجي نفصل أكثر في استعداد المنتخبات وفي كابوس الأندية بالنسبة لإصاباتهم الكبيرة، حنقدر نفصل فيه أكثر، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا. قطر يعني في سنوات قادمة بإذن الله تعالى، وده الشيء اللي نتمناه. نعود مجددا، كان البرومو عن الملاعب وشكل التجهيزات أنفقت زي ما ذكرت أنت أستاذ سالم سعيد، قطر أنفقت كل ما عندها من أجل أن ترسم هذه اللوحة. بالمقابل بادر في أذهان كثير جدا من المشاهدين، وأنا ما عايز أسألك بزاوية اقتصادية، لكن قدر كيف ممكن قطر تأتي بعائد أفضل من خلال المباريات حتى أنه تكفي كل احتياجها ما صرف؟ يعني في فارق كبير جدا بين العوائد التي حققتها بقية الدول والتي سوف تحققها قطر. قطر لن تحقق 220 مليار دولار، لأن قطر عندما فازت بالاستضافة هي لم تبني الملاعب، هي بنت دولة بالكامل، وبناء الدولة لا ينتظر منه عائد. يعني قطر بنت قطر، يعني حتى عندما فازوا بالاستضافة حينها الأمير السابق قطر قال التقطوا الصور لقطر الآن، يعني اعتبروا القطر اللي حتكون في 2022 دي قطر ثانية. فدي ما فيها عوائد، هي طبعا العوائد قد تغطي تكلفة المونديال فقط وليست تكلفة بناء قطر ككل. هم طبعا لتقليل التكلفة حتى الملاعب بعضها سيفكك وينقل لبعض الدول الإفريقية، وبعض الفنادق احتاطوا بفنادق عايمة مثل المراكب البواخر العملاقة الضخمة السفن البنية التحتية. فبكل تأكيد العوائد في قطر لن تغطي النفقات، على اعتبار انه فكرة بناء قطر كانت كأس العالم جزء من رؤية قطر نفسها لبناء دولة قطر، وليست في انتظار عوائد. يعني قطر عندما فاز بالاستضافة هي ليست الولايات المتحدة أو اليابان، تمتلك كل البنية التحتية جاهزة لاستضافة مونديال حتى ولو غير غدا مباشرة. نعم. طيب كابتن سالم، نتكلم في شكل الاستعداد الكلي لافتتاح مباراة اليوم اللي تجمع قطر الدولة المستضيفة والإكوادور، يعني أنت كيف بتنظر بزاوية التحليل لشكل الاستعداد لقطر في حد نفسها في فريقها اللي أسسته بشكل كامل يعني الفترة الأخيرة؟ طيب قطر في سبيل استضافة هذا المونديال طبعا من قبل أنشأت أكاديمية سباير، والمنتخب الحالي لدولة قطر
معظم من أبناء هذه الأكاديمية، على اعتبار أن التطور في البنى التحتية يحتاج أيضا لتطور فني ورياضي. الاستغراء التاريخ، المنتخب القطري هو الوحيد من بين كل المنتخبات الـ 32 الذي يحتفظ بنفس التشكيلة منذ عام 2019، نفس التشكيلة التي فازت بكأس أمم آسيا في 2019 الذي أقيم في الإمارات، باستثناء مركز واحد هو مركز الظهير الأيسر. عبد الكريم حسن من الظهير الأيسر بقى قلب دفاع، وجد ظهير أيسر آخر. المنتخب القطري فاز بكأس آسيا 2019، شارك في بطولة كوبا أمريكا، شارك في الكأس الذهبية الكونكاكاف لأمريكا الشمالية، شارك في تصفيات قارة أوروبا. الجيل الحالي للعيبة منتخب قطر خاض ميرسون نهائيات وتصفيات غير مسبوق على الإطلاق. في مقابل أن المنتخب الإكوادوري هو الحصان الأسود كان لتصفيات أمريكا الجنوبية، وهو منتخب يعني مميز ومنتخب كبير وقوي. صحيح هو ليست كولومبيا أو شيلي، لكن منتخب قوي وكبير. المنتخب القطري بضغوط كبيرة، على اعتبار أنه النجاح الآن في الاستضافة يجب أن يلاحقه أو يعني يزامله نجاح فني للمنتخب القطري. بعد كل هذا الصرف وهذه الإمكانيات، من المفترض لمنتخب قطر على الأقل يعني يتجاوز مرحلة المجموعات ويصعد إلى الدور الثاني. مباراة الافتتاح أصلا كان هي بتلعب ما بين البطل حامل اللقب وما بين أحد منتخبات مجموعته. الكلام ده كان تغليدا يعني منذ عام 86 تقريبا أو 82، ثم بعد ذلك أصبح المستضيف أو صاحب الأرض هو يلعب مع أحد المنتخبات. ومنذ أن لعب كأس العالم لا يوجد مستضيف خسر مباراة افتتاحية على الإطلاق. أي منتخب مستضيف لم يخسر أي مباراة افتتاحية، سوى روسيا، سوى البرازيل، سوى حتى جنوب أفريقيا تعادلت مع المكسيك. جنوب أفريقيا المنتخب الوحيد المستضيف الوحيد الذي غادر من الدور الأول أو من مرحلة المجموعات. نتمنى أن لا تكون قطر تغادر من الدور الأول في تعاطف كبير مع المنتخب القطري بعد كل هذا الصرف وهذه الإمكانيات والاتيان بمدرب خبير مثل الألماني سانشيز. بالمقابل يعني بتشوف انت استعدادات المنتخبات، لانه في شبح كذا شايف انه بيراود او بيقيف امام المدربين بخصوص الاصابات في الفتره الاخيره، خاصه في اللعب في الدوري الاوروبي يعني. فمثلا امس تواترت انباء في منصات التواصل الاجتماعي عن غياب بنزيما عن المنتخب الفرنسي، ساديو ماني عن المنتخب السنغالي. والله هي اخبار محزنه يعني. كريم بنزيما بالامس هو خبر تاكد تماما، هذا اللاعب الذي قيب عن مونديال 2018 بسبب صراع مع الاتحاد الفرنسي، الفائز بالكره الذهبيه قبل نحو شهرين، ابعد من قائمه المنتخب الفرنسي على اعتبار هذا اللاعب اصيب. ورغم انه هذا اللاعب كان متوقف عن عدد من مباريات نادي ريال مدريد في الفتره الاخيره على اعتباره كان لديه اصابه وهو لا يريد ان يغيب عن المونديال، لكن الان سيغيب عن المونديال. هناك ساديو ماني ايضا سيغيب عن المونديال، بول بوكبا وكانتي النجمين الفرنسيين نجمي وسط منتخب فرنسا ايضا سيقيبوا عن المونديال. اعتقد سلسله اصابات ضاربه ضربت عدد من اللعيبه. غياب النجوم من المونديال اكيد يقلل منه، على اعتبار ان الكره نجوم، الجماهير بتحب النجوم، بتحب تشاهد النجوم، والنجوم الذي غايبه من المونديال ليست فقط بسبب الاصابات، هناك نجوم غايبه بسبب تخطي الاختيارات مثل فيرمينيو النجم البرازيلي، فيرمينيو لاعب ليفربول الانجليزي ايضا تخطاه الاختيار. هناك نجوم غايبه من المونديال بسبب عدم تاهل منتخباته مثل المصري محمد صلاح والنرويجي هالاند. اعتقد دول كلها نجوم وقيم كبيره في كره القدم، يعني كان تواجده في المونديال سيضيف للمونديال نكهه افضل. ان شاء الله باذن الله حنفصل اكثر وحنكون سعيدين اكثر بحضورك في الفترات القادمه تحليلا وتفصيلا لشكل النتائج ولمجمل التفاصيل اللي حتكون في كاس العالم. قدرين جدا الصحفي والمحلل الرياضي سالم سعيد، شكرا على حضورك صباحا كثر خيرك. شكرا جزيلا.